يعاني سكان بلدية بنزيد بالقل غربي ولاية سكيكدا من انعدام تام للتنمية، وقد عبر السكان عن تأسفهم الشديد جراء الوضع الكارثي الذي لم تلتفت له السلطات المحلية في ظل المعاناة التي يعانونها. التنمية في بلدية بنزيد خاصة في العهدة هذه واللي قبلها، نهضروا ما نسميوش كما يقولوا من بالمسميات، هاي ما نهضروش بالمسميات بصح نهضروا انهم العهده اللي فات حتى ولو انهم جابوا المشاريع، كانت مشاريع جاب المصحة كما يقولوا ميدانيا ما كانش، جات العهده هذه تكميليه هما يخدموا الناس ويخدموا يمشيوا المشاريع، لليوم ما كان والو. تفضلت ان اتطرق الى مجال واحد والى مجال الرياضه، وبصفه عامه وما شهدته بلديه بنزيد في هذه الاونه الاخيره من اهمال كبير جدا للرياضه والمنعدمه تماما، لا ملاعب جواريه ولا ملعب يلعب فيه الواحد، وليعلم الجميع ان بلديه بنزيد اكبر منطقه لصناعه المواهب في ولايه سكيكدا بشهادة الجميع، مواهب كبيرة لا تجد أي مرافق رياضية تستقبل فيها أولادها لمزاولة هذا النشاط. نسكنوا بين طهر قلتامة وبين زوج ويدان وفي باراج، جاي نروح دوك فك العين لا لقيت الماء في الدار. ما عندناش. القندرة علاش كان يحكي لك السيد؟ كان في الوقت اللي رانا فيه غدوة الثانوية المتوسطة منين يقطعوا؟ داروها قنطره من قنطره، دارت بصره من بصره، دفنوها وروحوا. لا عندك لي منت ثاني انت تميز الوقت اللي رانا فيه الهو في الجيجه، كان اللي ما عنده مشتري سيتي والله ما يسعوها، تحب درك قطع معين وما انا ما محتاجها، نحمد الله ونشكره بصح اللي الحق حق تري سيتي ما زالوا الناس اللي ما عندهمش. هذا راكم تشوفوا هنا، هذا ملعب الطاهر ليلم الأسرة الكروية والرياضية لمختلف مداشر وقرى بلدية بنزيد من أقنا، قاع لدمان، بوبحر، مطاعق، الفيلاج، بلدية لولوج. نطلب من السلطات المحلية وعلى مستوى مديرية الشباب والرياضة الالتفاتة من أجل تهيئة هذا الملعب. كاينة قرية الغيران عندهم مشكلة تاع تريسيتي، داروا دي بوطو، عندهم مشروع نصبوا لي بوطو هادو، رجعوا ديكور لحد اليوم ما وصلهمش الكهرباء لحد الساعة هذه، المشروع توقف ما كان حتى شيء. راكم تشوفوا الطريق المؤدي إلى المدرسة الابتدائية النموذجية إبراهيم مغلاوي، الطريق المؤدي في حالة كارثية، والطريق البلدي هذا اللي منذ تأسيس البلدية في سنة 1984 وهو في وضعية كارثية تشمئز النفوس حتى كي تمشي عليه. لهذا نطلب من السلطات المحلية على مستوى الولاية الالتفاتة في أقرب وقت.